اجدع نمساوي في جمهورية مصر. بكام البطاطس؟ ب20 يا اخويا. طب وزيد 2 كيلو. انا يا اخويا. خدي المزلطة دي. انا يا اخويا. البطاطس وقعت مني. اتنين يا اخويا؟ 2 كيلو اه. اوعى تغش في الميزان. حد الله حد الله بيني وبين غش. انا عارفك يا مفارس، انا ما بنشتريش من عند اي حد، انا من عندي. طيب ما انت عارفني يا اخويا. 2 كيلو اهو بالزياده. يلا الطماطم. انت متاكده دول 2 كيلو؟ ايوه يا اخويا، مش قدامك اهو ال 2 كيلو اهو. انت حاطه البطيخه تحت يا استاذ. اه معلش ما خدتش بالي. بس طابب يا اخويا. طابب طابب. لا طابب ما تقلقش. انا معلش انا شكيت فيك الصراحه. لا عليك عليك يا ابو محمد. لو ما تشتري مني يا اخويا. طب تاخد لك 2 كيلو طماطم. جه هو في بطيخ اصفر؟ نمساوي يا اخويا. نمساوي. نمساوي ده يعجبك؟ حلو البطيخ ده. جميل. ندوكه؟ لا لا ما تاخدهاش. طب بكام البطيخ كده؟ بص هي خدها كده على بعضها ب 100 جنيه. لا انا عايز واحده مقفوله. اديني دي. انت حر يا اخويا اللي انت عايزه. بس هو اصفر زي ده. ايه اصفر البطيخ كله اصفر اهو. انا فاتحه لك واحده عشان تشوف دي عينه. اه طيب آه. مش اديني بكام البطيخه دي؟ هوزنها لك يا اخويا بالكيلو. بالكيلو؟ اه اوعى تغش في الميزان. بص دي اكتر من 4 كيلو ماشي، ولا اشوف لك حاجه اقل؟ لا ماشي 4 طبة؟ اه ماشي. هات 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 حاجة تانية يا ابو محمد. يبقى دي 4 كيلو. بص الطماطم، بص الطماطم عاملة ازاي؟ انا اهم حاجة بالطماطم مزلطة. الطماطم دي مش هتلاقيها الا عند ام فارس. طب هاتي لي كمان كيلو طماطم. كيلو واحد بس. ماشي يا اخو. بص على الميزان اهو. طب شيل انت حتى 3 كيلو. اه انت عايز كيلو واحد بس؟ انا عايز كيلو واحد اهو. خد لك 3 كيلو. لا كيلو واحد. ده النهارده ب 10، ما تعرفش بكره هتبقى بكام. انت حر. اوعى البطيخه هتوجع. ما تخافش يا اخويا مفيش حاجه بتوجع. البطيخه كده انت بتحطها تحت الميزانه ليه؟ آه لا يا اخويا برده اهو. وطابب هات البطاطس احط لك عليه. ما عنديش كياس النهارده، الراجل بتاع الكياس ما جاش. يلا يا اخويا. ايه اللي مش ايه اللي بشخشخ ده؟ ايه؟ ايه ده؟ دي البطاطس يا اخويا. بطاطس ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يا اخويا ده جاب منين؟ انت حاطه لي زلط. انا هحط لك زلط برده يا ابو محمد. اخس عليك يا اخويا، انت اول مره تشتري مني. حاطه لي زلط يا اخويا. تلاقيها غلطه ولا حاجه ولا اتلخفنت ولا حاجه. غلطه ايه يا اخويا؟ ما هو خد بالك، انا المره اللي فاتت مراتي قالت لي ان انت بتغش في الميزان، انما تحط لي زلط برضو. يعني انت اي حاجه تقولها لك مراتك هتصدقها برضو يا ابو محمد؟ اخس عليك اهو يا اخويا، الميزان اهو قدامك. 3 كيلو اهو يا اخويا. 3 كيلو ده ما فيش الا كيلو على الميزان. خلاص اهو يا اخويا قلت لك الزلطه ما شفتهاش دايخه طول النهار في الشمس يا ابو محمد. دايخة يا اخويا طول النهار والله يا اخويا في الشمس. مش 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 عارفه اشوف الزلط من البطاطس. حول الله يا رب، حول الله يا رب. صدقني صعبت عليا والله يا ابو محمد. بص بقى يا اخويا اتقور اختك يا اخويا، دماغها ساحت والله. حقك عليا يا ابو محمد، حقك عليا يا اخويا. اهو بالزياده اهو كمان. يلا يا ابو محمد. مش خايفه من ربنا؟ لا يا اخويا استغفر الله العظيم. لا انت مش خايفه من ربنا؟ والله العظيم يا ابو محمد حطاني زلط يا ابو محمد. بقول لك دماغي ساحت من الشمس يا اخويا. انا واقفه من 6 الصبح الوقفه دي يا اخويا عشان اكل عيش. اكل العيش تغش الناس يا اخويا. ابنك فارس بيتعلم دلوقتي في الكليه والدنيا بايظه معايا والله يا اخويا. ما اخطر اقسى عليك، اوعى تفكر فيا كده. امال الزلط ده جه منين؟ ما شفتوش يا اخويا، عدى عليا يا شيخ. حرام عليك. عدى على اختك يا اخويا. يا شيخ اتجي الله، ده نشوف كلامك نصدقك. ده انا مصدقك، ده انا مطلع الزلطتين من الكيس. يعني انت برضو يا ابو محمد كل الحلفانات اللي انا حلفتها لك دي يا اخويا ومش مصدق ان انا راسي ساحت من الشمس وما شفتهاش. بص يا اخويا البتاع اهي اهي. بص شفت شفت، عشان انا اتلخفنت تحت. ايه ده؟ ايه ده؟ اهي يا اخويا. بص بص يا اخويا، دي شبه دي، تعرف تفرق بينهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ليه كده بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خد بالك اللي بيجي حرام بيروح حرام. حول اقسم بالله انت هتندم على اللي انت بتعمليه ده. انا مظلومه. مظلومه؟ اعوذ بالله منك. حول ولا قوه الا بالله.